قمة عربية عادية تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، ولكنها ليست عادية من حيث الملفات والموضوعات المطروحة للنقاش امام القادة. قمة تأتي في ظروف استثنائية ارتباطا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وبجملة من الأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية. منذ السبت الماضي انطلقت الاجتماعات التحضيرية لقمة البحرين، حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين للاتفاق على خطه طارئه للتعامل مع تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزه ووضع خطط للعمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وامس اجتمع مجلس الجامعه على مستوى المندوبين الدائمين لوضع الاطر العامه لمحاور الشق السياسي للقمه تمهيدا لعرضها على وزراء الخارجيه العرب وصولا لاجتماع القاده يوم الخميس المقبل. وتعد القضية الفلسطينية إحدى القضايا المحورية الرئيسية على جدول أعمال القمم العربية، ومن المقرر أن تتناول قمة البحرين القضية الفلسطينية من كل جوانبها، وخاصة في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. القمة العربية ستبحث كذلك الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي ومع كل الاطراف الاخرى بهدف تحقيق حل الدولتين وايجاد افق سياسي للفلسطينيين في المرحله المقبله، ستناقش القمه ايضا مجموعه من الملفات العربيه الساخنه على راسها الاوضاع في لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان في ضوء الحرب الدائره. ايضا ستبحث القمه مجموعه من الموضوعات الاقتصاديه والاجتماعيه والاستراتيجيات التي جرت صياغتها من جانب مجالس وزاريه نوعيه مثل تفعيل عمل مجلس وزراء الامن السيبراني العربي واستكمال منطقه التجاره الحره العربيه الكبرى واقامه الاتحاد الجمركي العربي